الخير، موعد إخباري جديد يجمعنا على الأولى، تتابعونا في أبرز عناوين هذا المساء. جلالة الملك استقبل بالقصر الملكي بالرباط رئيس الحكومة وزير الصحة، ويأخذ جلالة علما بالخطوة الأولى التي اتخذت الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بقطاع الصحة، خاصة فيما يتعلق بتقويم الاختلالات التي تعوق تنفيذ برنامج رماد والمراجعة العميقة للمنظومة الوطنية الصحية. في خطابه السامي إلى الأمة بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء، جلالة الملك يجدد استعداد المملكة للحوار المباشر والصريح مع الجزائر، ويؤكد جلالته مواصلة المغرب الدفاع عن وحدته الترابية بكل حزم. الندوة العلمية الدولية الأولى حول الظاهرة السلفية الدلالات والتداعيات في مراكش، دعوة لتجديد معالم ومقاصد الدين الإسلامي السمح المعتدل والوسطية. تتويج نادي الجولف الملكي دار السلام بالرباط بطلا للدورة الثالثة للدوري الخاص بأندية الجولف الذي احتضنته مسالك السعيدية. أهلا بكم من جديد. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط رئيس الحكومة ووزير الصحة فيما يلي نص بلاغ الديوان الملكي. خلال هذا الاستقبال أخذ جلالة الملك علما بالخطوات الأولى التي اتخذتها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بقطاع الصحة المتضمنة في الخطابين الأخيرين للعرش وافتتاح البرلمان، ويتعلق الأمر على الخصوص بتقويم الاختلالات التي تعوق تنفيذ برنامج نظام المساعدة الطبية رمد والمراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة. وعلى الرغم من النمو المضطرد لعدد المستفيدين منه، يواجه برنامج رمد الذي تم تعميمه سنة 2012 عددا من الصعوبات والاختلالات الوظيفية التي تحد من فعاليته وقدرته على الاستجابة لحاجيات الفئات المستهدفة، لا سيما منها الأكثر عوزا وهشاشة. من جهة أخرى، وبالرغم من الجهود المبذولة، لا يزال المواطنون يعانون من العديد من أوجه القصور التي تشوب المنظومة الوطنية الحالية للصحة، لا سيما على مستوى اختلال عرض العلاجات على المستوى الترابي ومن حيث الخدمات المقدمة والتأطير الطبي والشبه طبي. وخلال هذا الاستقبال أخذ جلالة الملك علما بأولى خلاصات اللجنة التقنية الوزارية التي تم إحداثها لهذه الغاية. وبهذه المناسبة أعطى جلالة الملك حفظه الله تعليماته السامية قصد مواصلة التفكير بخصوص مختلف مقاربات الإصلاح المطروحة للدراسة، وذلك بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، لا سيما وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية. وفي هذا الصدد جدد جلالة الملك التأكيد على العناية السامية التي يخص بها جلالته قطاع ومهني الصحة، والإرادة الملكية في رؤية هذا القطاع الحيوي يكتسب على نحو سريع النجاعة والتطور العميق لأدائه وجودة الخدمات الممنوحة. ويتمثل الهدف في أن يبدأ المواطنون في معاينة أوجه تحسن ملموسة في تنفيذ مخطط العمل الجاري بلورته. بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بقية تعزية ومواساة إلى أسرة المرحوم الشيخ الحاج مامبو محمد كونتا الخليفة العام للطريقة القادرية الكانتية. وعرب جلالة الملك لأسرة الراحل ولجميع مريد الفقيد وأتباع الطريقة القادرية الكانتية إنجاسان عن أحر التعازي وأصدق المواساة في رحيل شيخ جليل كرس حياته لخدمة الإسلام وإشاعة مبادئه السمحة الداعية إلى الوسطية والاعتدال والتآزر والإخاء. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مساء أمس خطابا ساميا للأمة بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء، جدد فيه جلالة الملك استعداد المملكة المغربية للحوار المباشر والصريح مع الجزائر، واقترح جلالته إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، وذلك من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية
التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين. وأكد جلالة الملك أن المغرب سيواصل الدفاع عن وحدته الترابية بنفس الوضوح والطموح والمسؤولية والعمل الجاد على الصعيدين الأممي والداخلي. كما أكد جلالته أن رجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي نابع من الالتزام بالانخراط في الدينامية التنموية التي تعرفها القارة. مضامين الخطاب الملكي نتابعها مع محمد رضا العبيدي. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. أخوة، وحدة دين ولغة، تاريخ ومصير مشترك، أواصر تجمع شعوب الفضاء المغاربي، لكن واقع الحال يتحدث عن تفرقة وانشقاق في تناقض صارخ وغير معقول، واقع لا يتماشى مع الطموح الذي كان يحفز جيل التحرير والاستقلال إلى تحقيق الوحدة المغاربية وموقف المملكة المساند للثورة الجزائرية. وقبل هذا وذاك، أواصر الدم والقرابة التي تربط أسرا مغربية وجزائرية كثيرة، عوامل وقف عندها الخطاب الملكي السامي، وفيه التزام العمل يدا في يد مع الجزائر واقتراح لآلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور هدفها تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين. وتتمثل مهمة هذه الآلية في الانتباب على دراسة جميع القضايا المطروحة بكل صراحة وموضوعية وصدق وحسنية وبأجندة مفتوحة ودون شروط أو استثناءات، ويمكن أن نشكل إطارا عمليا للتعاون بخصوص مختلف القضايا الثنائية، وخاصة فيما يتعلق باستثمار الفرص والإمكانات التنموية التي تزخر بها المنطقة المغاربية، كما ستساهم في تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي لرفع التحديات الإقليمية والدولية، لا سيما فيما يخص محاربة الإرهاب وإشكالية الهجرة. وكما كانت بالأمس، تواصل المملكة المغربية المتشبتة بحسن الجوار الدفاع عن وحدتها الترابية، تدعمها في ذلك عدالة قضيتها وإجماع منقطع النظير حول مغربية الصحراء، دفاع يؤكد جلالة الملك يقوم على نفس الطموح والوضوح. ويتجسد هذا الوضوح في مبادئ المرجع والمرجعيات الثابتة التي يرتكز عليها الموقف المغربي، والتي حددناها في خطابنا بمناسبة الذكرى 42 للمسيرة الخضراء، وهي نفس المرجعيات التي تؤسس لعملنا إلى اليوم. كما يتجلى في التعامل بكل صرامة وحزم مع مختلف التجاوزات كيفما كان مصدرها، التي تحاول المس بالحقوق المشروعة للمغرب أو الانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المحددة. وضوح في الرؤية والمواقف يقابله الطموح وتعاون المغرب مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وتجاوبه الإيجابي مع النداءات الدولية لتقديم مقترحات عملية كفيلة بإيجاد حل سياسي دائم في إطار مبادرة الحكم الذاتي، عمل يوازيه آخر على المستوى الداخلي يضيف جلالة الملك، حيث مواصلة لأوراش البناء والتنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة. كما لا ندخر أي جهد في سبيل النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية في إطار النموذج التنموي الجديد، حتى تستعيد الصحراء المغربية دورها التاريخي كصلة وصل رائدة بين المغرب وعمقه الجغرافي والتاريخي الإفريقي. وبموازاة ذلك، فإن التنزيل الجهوي المتقدمة يساهم في انبثاق نخبة سياسية حقيقية تمثل ديمقراطيا وفعليا سكان الصحراء، وتمكنهم من حقهم في التدبير الذاتي لشؤونهم المحلية وتحقيق التنمية المندمجة في مناخ من الحرية والاستقرار. الدفاع عن قضية الصحراء المغربية لم يكن السبب فقط وراء عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، لكنه نابع أيضا يقول جلالة الملك من اعتزاز بالانتماء للقارة السمراء والتزام بالدينامية التنموية التي تعرفها. وهنا يشيد جلالة الملك بالقرارات الأخيرة لقمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي بنواكشوط. فهذا الموقف البناء هو انتصار للحكمة وبعد النظر، وقطع عن المناورات التي تناسلت في رحاب الاتحاد الإفريقي وضاعت على إفريقيا وشعوبها وقتا ثمينا كان أحرى أن يوظف من أجل النهوض بالتنمية وتحقيق الاندماج. وبنفس الروح،
سيعمل المغرب على الاستثمار في شراكات اقتصادية ناجعة ومنتجة للثروة مع مختلف الدول والتجمعات الاقتصادية بما فيها الاتحاد الأوروبي، إلا أننا لن نقبل بأي شراكة تمس بوحدتنا الترابية. وحدة ترابية كانت على الدوام، محط إجماع وطني وتعبئة شاملة، غايتها النهوض بالتنمية المندمجة وصيانة الوحدة والأمن والاستقرار، وعمادها التزام قوي بالتضحية في سبيل الدفاع عنها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خطاب جلالة الملك نصر الله في الذكرى 43 للمسيرة الخضراء حمل رسائل قوية بتوجهات استراتيجية أساسها إرساء أسس آلية سياسية مشتركة للحوار المباشر والبناء مع الجزائر في دفاع متواصل عن ثوابت الأمة. عودة مع محمد رضا العبيدي. إلى الجارة الجزائر، رسالة واضحة تضمنها الخطاب الملكي السامي في الذكرى 43 للمسيرة الخضراء. المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين وبناء الصرح المغاربي. ولبلوغ هذه الغاية اقترح جلالة الملك إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور. الخطاب الملكي يشكل منعطفا مهما في العلاقات المغربية الجزائرية. أقول هذا لأن جلالة الملك أشار ضمن خطابه إلى اقتراح جد مهم بعد التوتر الذي عاشته هذه العلاقات طوال عدة عقود، اقتراح يتضمن تأسيس آلية سياسية للحوار والتشاور بين الطرفين، ليس فقط فيما يتعلق بنزاع الصحراء ولكن بالنسبة لكل القضايا الثنائية التي تهم هذه العلاقات. المغرب متشبث بحسن الجوار، لكنه أيضا يواصل الدفاع عن الوحدة الترابية والتعامل بكل صرامة وحزم مع مختلف التجاوزات التي تحاول المس بحقوقه المشروعة. وهنا يذكر جلالة الملك بتعاون المغرب مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وتجاوبه الإيجابي مع النداءات الدولية، كل ذلك وفق مبادئ ومرجعيات ثابتة. تأكيد مجددا على المرجعيات بأنه لا يمكن التفاوض مع أي طرف حول السيادة المغربية، وأن مبادرة الحكم الذاتي هي السقف الأعلى لما يمكن أن يقدمه المغرب، ثم أن يعني الأهم هو ما سيتمخض عن لقاء جنيف وليس المسار الذي يؤدي إليه، ثم أنه لا يجب أن يتم يعني إثارة نقاط بعيدة عن الملف الحقيقي وهو ملف الوحدة الترابية المغربية. عمل يتواصل أيضا على المستوى الداخلي، حيث تنزيل الجهوية المتقدمة والنهوض بتنمية الأقاليم الجنوبية، هدف يجد صدى له في القارة الإفريقية، حيث التزام المغربي بالانخراط في الدينامية التنموية والاستثمار في شراكات اقتصادية ورفع التحديات التي تواجهها في تجسيد لروح المسيرة الخضراء وإيمان شعب بحقه المشروع في استكمال الوحدة الترابية للمملكة. بإقليم فران ولضمان سلامة مرتفقي المؤسسات التعليمية خلال موسم البرد والثلوج، قامت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحتياطية والاستباقية بتوفير وسائل التدفئة بالمدارس العمومية لضمان حسن سير العملية التربوية سواء بالنسبة للتلاميذ أو الطاقم التربوي والإداري. الروبورتاج من أزرو لحنان أرسلان وأحمد الفضيلي. مدينة أزرو في الساعات الأولى من الصباح وبفعل موجة البرودة وتساقطت في هذا الفصل، يبدأ مبكرا الحسين مهامه اليومية كمكلف بالتدفئة داخل هذه المؤسسة التعليمية. قبل وصول التلاميذ والطاقم التربوي تكون الأقسام مهيئة لاستقبالهم في درجات حرارة مناسبة. أنا كنشي مع الخمسة الصباح كنشي على الكلام، كتوصل الحرارة ديك الدرجة ديال 45-40، كنهبط لها البروغرام ديالها على حساب 30-32 باش الطفل حتى هو يقرأ فرحته. بعد حين يلتحق التلاميذ بأقسامهم بعد أن تكون الطريق أخذت من أجسامهم الصغيرة الجهد والطاقة، هنا لحسن الحظ يتجدد نشاطهم.
بيت نحرج من الدار باش نجي للمدرسة تيضربني البرد بزاف، وبيت نطحل بين نطحل الكتم تتكون سخونية بزاف وتنكراو مزيان. هي السخونية لحقاش داروا لنا هاد الفرنو سخون وكنشكرهم على هاد الفرنو. كتعرف بان منطقة ديال الازرو هي منطقة باردة، وخاصة في فصل الشتاء اللي كتعرف واحد الموجة ديال البرد، فإلا ما كانش التدفئة راه كتكون صعوبة باش يتجاوبوا التلامذ مع الدروس ديالهم. وداخل المؤسسات التعليمية تتواجد خلايا اليقظة المناخية لمواجهة أي مستجد، هذا مع تكثيف التنسيق مع السلطات المحلية والمتدخلين لضمان سلامة مرتفقي المؤسسة التعليمية. إلا ما كانش الفرن ما نقدر لا نحرك السيلو ولا نقرا، ولكن إذا كان في القسم الفرني يمكننا نكتبو يمكننا نقرا وناشطين. التدابير من طبيعة الحال كنبداوها من شهر 8 من شهر غشت، بحيث كيتم الإعلان على جميع الصفقات المتعلقة بالتدفئة وكذلك بالداخليات، يعني تحسبا لأي طريق. التدفئة بالفحم الحجري همت بإقليم إفران 27 مؤسسة بقيمة تصل إلى نحو 700 ألف درهم، هذا مع توزيع 227 طنا من حطب التدفئة على 52 مؤسسة لا سيما بالعالم القروي. الظاهرة السلفية الدلالات والتداعيات موضوع ندوة علمية تنظمها بمدينة مراكش مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة. الندوة تندرج في إطار مساعي هذه المؤسسة لتوحيد جهود العلماء الأفارقة للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها وترسيخها. أمين علام ومعتصم بالله البعزاوي. تأتي هذه الندوة تنفيذا لتوصية مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في ختام دورتها العادية للسنة الماضية، كتأكيد على انخراط هذه المؤسسة في القضايا الراهنة ومنها ظاهرة السلفية موضوع ذو راهنية بالنظر للتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية بسبب التفسيرات الخاطئة للسلفية وتنامي التيارات المتطرفة والداعية للعنف والكراهية. السلفية لم تكن في يوم من الأيام دعوة لتفريق الأمة الإسلامية وتشتيت شملها ودعوة للإرهاب والعنف، فالإسلام ضد ذلك، وهذا ما سيتطرق عليه العلماء إن شاء الله في هذه الندوة حتى يوضحونها توضيحا جليا. بعض من ينتسب إلى التيار الثاني، يعني المفهوم السلفي السياسي، صارت لهم أفكار غريبة، وهذه الأفكار لا بد وأن تبين للأمة وتبين لشباب الأمة حتى لا ينجرف وراءها وحتى يتمسك بالمفهوم الأول للسلفية. تناول هذا الموضوع يأتي أيضا حسب المشاركين في هذا الملتقى تعزيزا للجهود التي تقوم بها المملكة المغربية لترسيخ العلاقات التاريخية الدينية والروحية بين المملكة والدول الإفريقية للحفاظ على الثوابت الإسلامية ووحدة العقيدة والمذهب. تبيين صورة الدين الصحيح الجامع بين احتياجات الروح واحتياجات البدن والمنهج الصالح لضبط العلاقات مع الناس وفق منظومة متكاملة من القيم مؤسسة على الثوابت الوطنية الجامعة الموحدة بين الأنشطة الدينية الموجودة في القارة الإفريقية وفي غيرها. علماء وجلاء من المغرب ومن عدد من البلدان الإفريقية يتناولون على مدى يومين موضوع السلفية بالدرس والتحليل من زوايا مختلفة تقارب الدلالات والمرجعية التاريخية والروحية للسلفية وعلاقتها بالأحكام الشرعية وبالأخلاق الإسلامية والقيم الإنسانية. في أخبار المؤسسة التشريعية، تم اليوم بالرباط إطلاق فرع البرلمان المغربي في الجمعية الدولية للبرلمانيين من أجل السلام في العالم، مبادرة وحسب رئيس مجلس المستشارين تأتي في سياق يحتاج فيه العالم إلى ترسيخ قيم السلم والتسامح. سوبر برجاج وفؤاد الحرش.
إطلاق فرع البرلمان المغربي في الجمعية الدولية للبرلمانيين من أجل السلام في العالم يعد لبنة أساسية لنشر ودعم قيم السلام في العالم، حيث أن المغرب يلعب دورا استراتيجيا في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط. وتتزامن هذه الانطلاقة لفرع البرلمان المغربي مع الذكرى المئوية لاندلاع الحرب العالمية الأولى، وإن دل هذا عن شيء فإنما يدل على تأكيد الأمم والشعوب على ضرورة ترسيخ قيم السلام والسلم في كافة أرجاء المعمور. الهدف هو نشر وتعميق ثقافة السلام في مختلف بقاع العالم، والجميع أكد على أن المغرب تاريخيا ثقافيا دائما قام بدور فاعل بدور مؤثر للحفاظ على السلم. نحن هنا من أجل المشاركة في هذه الندوة المهمة. المغرب بلد في غاية الأهمية فيما يتعلق بالوسطية والاعتدال والتنمية في إطار السلم والسلام. جلالة الملك محمد السادس ملتزم ببناء علاقات متينة مع جيرانه، ونحن ندعمه كثيرا في هذا الاتجاه. نريد التعاون مع البرلمان المغربي، وهدفنا نسج علاقات تبادل بين البرلمانات والمجتمع المدني. انخراط المغرب في الجمعية الدولية للبرلمانيين من أجل السلام في العالم عبر انطلاق فرع البرلمان المغربي سيلعب بدون شك دورا هاما في تعزيز التعاون والتشاور بين البرلمانات من أجل دعم السلام في العالم وكذا محاربة جميع أنواع النزاعات والتطرف والإرهاب، فضلا عن نشر ثقافة ومبادئ وقيم السلام والأمن والتنمية المستدامة والديمقراطية والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان. وقد كان هذا اللقاء عفوا في مجلس النواب وليس بمجلس المستشارين، ونبقى دائما بمجلس النواب وفي العلاقات المغربية البلجيكية، حيث أجرى اليوم رئيس المجلس السيد الحبيب الملكي مباحثات مع السيد أونري فلاو وزير الدولة ووزير الميزانية والوظيفة العمومية في الحكومة الفيدرالية البلجيكية، تناولت سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. المسؤول البلجيكي تطرق خلال لقائه بالوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر إلى فرص توطيد العلاقات المتميزة بين الجانبين وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. خلال يوم دراسي نظمه مجلس المستشارين حول موضوع الديمقراطية وأسئلة الوساطة، أكد رئيس المجلس الحاجة الملحة لبناء نظام وطني موحد ومتكامل وناجع بشأن الوساطة في أبعادها المتعددة. تفاصيل اليوم الدراسي مع نادية المدن. تقليد دأب مجلس المستشارين على ترسيخه سنويا احتفاء باليوم العالمي للديمقراطية. المبادرة هدفها طرح قضايا للنقاش مرتبطة بتوطيد البناء الديمقراطي في المغرب. كنا نتحدث عن أسئلة الوساطة، فيجب أن نذكر بأن بلادنا كانت من الدول القليلة في محيطها الجيوي والإقليمي اللي انتبهت منذ بداية الأولى للاستقلال إلى أهمية إنشاء مؤسسات يفترض أن تقوم وأن تطلع بأدوار الوساطة بين الدولة والمجتمع. المملكة المغربية ومن خلال دستور 2011 الذي عكس آخر التطورات المؤسساتية في هذا الباب، أضحت تتوفر على ديمقراطية تشاركية عبر مؤسسة مؤسسات الوساطة وفتح قنوات التواصل بين عموم المواطنين والمؤسسات المنتخبة. يوم دراسي ارتكزت محاوره على جلستين، الأولى همت آليات الوساطة وتحديات الديمقراطية التمثيلية، أما الثانية فطرحت محور رهانات استرجاع الثقة في مؤسسات الوساطة السياسية والاجتماعية والمدنية. الآن إلى الفقرة الاقتصادية للنشرة، يقدمها زميل ياسر العمراني. ياسر مساء الخير. مساء الخير مريم، ونرحب أيضا بالمشاهدين الكرام. إذن بداية الاقتصادية هذا اليوم من مدينة طنجة وفعاليات منتدى ميدايز 2018. بالفعل مريم، تحتضن مدينة طنجة أشغال منتدى ميدايز لعام 2018، وذلك على مدى 4 أيام. منتدى هذه السنة يشهد حضور
3000 مشارك. وقبل الافتتاحية الرسمي تم تنظيم لقاء فكري حول دلالات تقديم ترشيح المغرب لعضوية المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا. تفاصيل أكثر رفقة عبد المجيد الحلاوي وسعيد ناجح. اختار منتدى ميدايز بطنجة قضايا الساعة محاور أساسية لنقاشاته، وموضوع ترشيح المغرب للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا واحد من هذه المحاور، فهو قرار استراتيجي اتخذته المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بالنظر لما يجمع بلادنا بهذه البلدان من روابط سياسية وثقافية واقتصادية. نحيي مبادرة جلالة الملك بالانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والتي تتماشى وأهداف رؤية 2020، وهي رؤية تقتضي الانتقال من سداوى الدول إلى سداوى الشعوب. المغرب هو أول بلد إفريقي يستثمر في دول غرب إفريقيا. العديد من مواطني هذه المجموعة اختاروا المغرب للإقامة والعمل، كما أنه بلد عبور في اتجاه قارات أخرى. الجميع يشيد بمستوى التطور الذي تعرفه المملكة وسياسة الانفتاح على العالم لجلالة الملك محمد السادس الذي يحتل الريادة في مجال الحكامة الجيدة في عالم اليوم. منتدى ميدايز لعام 2018 سيعرف مشاركة 150 شخصية من رؤساء دول وحكومات ووزراء وفاعلين مؤثرين من ضمن 3000 مشارك قدموا من 80 بلدا، سيجتمعون خلال 4 أيام لمناقشة موازين القوى في العالم، اتجاهاتها وتحدياتها. ينعقد بالرباط في الفترة ما بين 7 و9 من هذا الشهر ملتقى المعلومات الصناعية والإحصاء في الدول العربية، ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات العربية والعالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه، إلى جانب نشر الوعي بالذكاء الاصطناعي ودوره في التقدم العلمي والتكنولوجي. المتابعة رفقة وفاء اليعقوبي والمهدي الشطيبي. أصبح العالم يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والبيانات الضخمة في الصناعات ولتبادل المعرفة، وذلك في ظل الثورة الصناعية الرابعة أو ما يسمى بتسونامي التكنولوجيا التي سترخي بظلالها على اليد العاملة والشركات الصغرى والمتوسطة، خصوصا مع الميثاق ما يسمى بالذكاء الصناعي كالسيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار وبرمجات الترجمة. فما هو موقع الدول العربية من هذه الثورة الصناعية؟ التطور العظيم اللي بيحدث في العالم خاصة بالثورة الصناعية الرابعة وما آلت إليه هذه التحديات، وبشجع على مواكبة الركب واللحوق بهذه التطورات وبناء على التنميات المستدامة في الدول العربية وفي العالم، وملاحظة ما هو جديد في هذا العالم. هذه الثورة سوف تغير شكل ونمط الحياة في العالم. هذه الثورة لها عدة آليات أو ركائز يندرج منها البيانات الضخمة، انترنت الأشياء، الطباعة رباعية الأبعاد، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي. التطور الصاروخي الذي تشهده هذه التكنولوجيات وتأثيرها المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حذا بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إلى تنظيم هذا الملتقى العربي بشراكة مع منظمة الإيسيسكو باعتبارا رئيسيا في تعزيز استخدام التكنولوجيا والابتكار. تؤكد الإيسيسكو من خلال خطط عملها المتعاقبة أهمية توطين قسم المعلومات والتكنولوجيا في الدول الأعضاء، لذلك نؤكد على أهمية هذا القطاع في التأكيد على أهداف التنمية المستدامة. يهدف هذا الملتقى إلى تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بهذا الموضوع، وخاصة الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستعداد والتعامل مع الثورة الصناعية.
جدير بالإشارة أن المنظمة العربية للتنمية التي تضم في عضويتها 21 دولة عربية تسهر على تحقيق التعاون بين الدول العربية والنهوض بالصناعات والتكنولوجيات الحديثة كي تسير الركب على المستوى العالمي. احتضنت مدينة مكناس الدورة الثامنة للجائزة الوطنية لأمهر الصناع. دورة هذه السنة عرفت مشاركة أزيد من 520 حرفيا من مختلف ربوع المملكة. 183 منتوجا تأهل للمرحلة النهائية. حفل توزيع الجوائز يرصده ربورتاج عدسلان خلوي، أحمد العلوي وإبراهيم الغوتي. جاءت الدورة الثامنة للجائزة الوطنية لأمهر الصناع لهذه السنة محتفية بخيرة الحرفيين في جميع الفروع المرتبطة بالقطاع. الحفل بمشاركة مبدع الفن اليدوي يأتي متوجا لمسار سنوي من العمل والإنتاج والإبداع. هذه التظاهرة كنديروها لتكريم المهنيين اللي كيشتغلوا في هذا القطاع ديال الصناعة التقليدية، وكيتم هادشي واحد المباراة اللي كتنظم على مستوى جميع جهات ديال المملكة. الهدف من وراء إحداث هذه الجائزة وتشجيع هذه الجائزة وتنظيم هذه الجائزة في دورتها الثامنة هو تشجيع الصناع في مختلف ربوع المملكة على التنافسية، خلق تنافسية من أجل تجويد المنتوج، لأن اليوم المنتوج المغربي إلا بغينا نطوروه خصنا نساهموا في الجودة دياله. من ضمن 520 صانعا وصانعة تقليدية شاركوا في إقصائية الجائزة حاضية 183 منتوجا بالتأهل للنهاية. وفي هذا الحفل تألقت المنتوجات الأجود منها وفق المواصفات الدقيقة للجنة التحكيم. الحمد لله هذا تشريف، تشريف الصانع التقليدي والصانع التقليدي، والحمد لله أنا قاعد بارك هالية مني تأهلت قاعد للنهايات وشاركت بهذا الديكور. كسمعت لله الحمد ربحت به هاي الجائزة الزينة الكريمة. فزت بجائزة التفوق في قطاع الألبسة والإكسسوارات، وهذا شرف لي كبير وكيعطيني تحفيز باش نزيد نخدم إن شاء الله ونزيد لقدام بإذن السميع العليم. الجائزة الوطنية لأمهر الصناع هي ثلاث جوائز للتفوق والتميز والتشجيع، وترتبط بالديكور والأثاث والمجوهرات والألبسة والإكسسوارات، وفي الأفق توسيع مجال الجوائز والتتويج ليشمل الأعمال الأخرى لتثمين التميز والإبداع والجودة. ذكرت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن متوسط حركة المرور اليومية على شبكة الطرق السيارة بالمملكة بلغ 22 مليون و400 ألف سيارة في الكيلومتر الواحد سنة 2017، أي بارتفاع بلغ 5% مقارنة مع سنة 2016. وأشارت الشركة في تقرير لأنشطتها برسم سنة 2017 إلى أن حركة المرور بالنسبة للسيارات الخفيفة والثقيلة عرفت نفس التطور زائد 5%، والذي يمثل على التوالي 78.2% و21.8% من مجموع حركة المرور. أما الآن فنتابع النسب المحققة من جانب بورصة الدار البيضاء، وإلى جانب المؤشرات العالمية أسعار النفط وأسعار العملات. هذه النسب إذن تنتهي اقتصادية هذا اليوم. أما الآن فنعود إلى مريم. شكرا جزيلا لك يا ياسر.
في إطار تعزيز علاقات التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي القائم بين بلادنا وفيدرالية والوني ببروكسل، انطلق الصباح اليوم أشغال الدورة الأولى للمنتدى الأكاديمي المغربي الوالوني بحثا عن أفق شركة أكاديمية متينة ومبتكرة. عبد الرحيم بن شيخي وياسين ماسي. يأتي المنتدى تكريسا للتبادل في مجال التكوين العالي الفني على وجه الخصوص وترسيخ شراكة من أجل التأطير والدراسات العليا بين الجانبين، برنامج طموح سيعمل الجانبان على إثرائه مستقبلا. المنتدى الأول للتعليم العالي والبحث العلمي الذي نؤسس له من أجل إعطاء واحد القفزة نوعية بالنسبة للعلاقة الشراكة بين والوني بروكسل والمغرب. أكثر من 40 مسؤول ورئيس جامعة والمدارس العليا الفنية حاضرون اليوم للنقاش مع الجانب المغربي والمسؤولين حول سبل تطوير التعاون بين جامعاتنا ومؤسساتكم. وسيعرف المنتدى تنظيم ورشتي عمل حول النماذج الجديدة للتعاون الأكاديمي والعلمي والبحث عن آلية مبتكرة لدعم هذا التعاون الثنائي. في موضوع آخر، تواصل اللجان البرلمانية بمجلس النواب دراسة مشروع القانون المالي لسنة 2019. اليوم عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة اجتماعا لمناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الداخلية، وبالمناسبة تم تقديم مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. عماد مسمير وعثمان تيسي. في بداية اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة تمت دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2019. هذه الميزانية اللي تتعرف مجملها واحد قدر ديال 71 مليار ديال الدرهم، كتوزع حسب الميزانية العامة ديال الداخلية بمقدار 28 مليار درهم، وميزانية الاستثمار تقريبا 3.3 مليار ديال الدرهم، وهناك ايضا الحسابات الخصوصيه اللي هي تابعه للخزينه ديال الداخليه بمقدار 43 مليار درهم. وكتعرف هذه الميزانيه ديال 2019 بالنسبه لوزاره الداخليه واحد الارتفاع بنسبه تقريبا 5% بالنسبه للميزانيه ديال 2018. وخلال الاجتماع تم تقديم مشروع قانون رقم 4718 والذي يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. هناك تقديم لمشروع قانون يتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وهذه واحد الوقفة التي يعني جوهرية حقا ما يتعلق بقضية الاستثمار، قضية المراكز الجهوية للاستثمار، يعني ذا شئنا واحد نوع ثورة حقيقية في هذا الموضوع لتصبح اللجنة جهوية موحدة، يعني تبث في قضايا الاستثمار على مستوى الجهة بكاملها في نوع من التوازن ونوع من التدقيق ونوع من الاستهداف المباشر في إصلاح المراكز الجهوية وكذلك توحيد اللجان الجهوية للاستثمار. هو مشروع جديد سنقف إلى أي حد أنه غادي يكون تكامل بينها وبين الجماعة الترابية حتى ينسجم مع ميثاق الاستثمار اللي تنتمنوا أنه يخرج في أقرب وقت من أجل الدفع بعجلة الاستثمار وخلق فرص الشغل وخلق ثروة من أجل الاستجابة لطموحات وتطلعات يعني المواطنين. ويأتي مشروع هذا القانون في إطار تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تطبيقا لمضامين الرسالة الملكية السامية لتاسع يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار، والتي تعتبر إطارا مرجعيا لعمل هذه المراكز بهدف جعلها فاعلا متميزا لإنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي. كما عقدت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج اجتماعا مماثلا تدرست خلاله الميزانية الفرعية لقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية. رشيد كنو عبد الهادي السكيوي. في بداية هذا الاجتماع وقف أعضاء اللجنة على ما تم إنجازه من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال ميزانية 2018، وذلك من خلال العرض التقييمي الذي بسط فيه السيد أحمد توفيق كل ما أنجز من مشاريع. أولا كانت مرحلة تاع تقييم لمجمل الإنجازات التي قامت بها الوزارة في سنة 2018، ونسجل باعتزاز كبير يعني الأمور التي أنجزت. طبعا السادة النواب
كانوا صرحاء وتقدموا بتقييم لمجموعة من المجالات وخاصة ما يتعلق بمجال الحج، وقدموا فيه اقتراحات، والسيد وزير منفتح ومتفاعل مع السادة النواب في هذا الإطار. وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قدم عرضا مفصلا لميزانية الوزارة لسنة 2019 والخطوط العريضة والاستراتيجية لقطاعاتها سواء فيما يخص الشأن الديني أو الأوقاف، وذلك من خلال تجويد مجموعة من المجالات التي ستقوم بها الوزارة. نحن فريق الأصل والمعاصرة تم تقديم العرض ديال السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. تكلمنا على الميزانية، كانت عرفت واحد الارتفاع بالنسبة لهذا المشروع ديال السنة ديال 2019. زيد على ذلك هناك مشاكل جرد ديال الممتلكات، وبسطناها قدام السيد الوزير وكانت إجابة، وكان من ضمن المشاكل اللي طرحت كذلك الموسم ديال الحج، وكانت هناك إجابة اللي كانت كتنفي أنه كانت هذيك كانت يعني حيث السيد الوزير قال بأنه كان مبالغ فيها. لما احنا في الفريق الاشتراكي طرحنا واحد مجموعة القضية عندها علاقة بالسكن الحبسي، عندها علاقة بتنظيم المقابر واحترام حرمة الموتى وأيضا الزائرين لها. طرحنا القضية اللي كتتعلق بالحج، والسيد الوزير أجاب باستفاضة فيما يخص المشاكل اللي كتوقع بالحج اللي كتكون دائما خارج نطاق وزارة الأوقاف، كتكون مرتبطة بالسلطات البلد المضيف واللي كتكون فيها صعوبات كثيرة، ولكن سيد الوزير أكد وتمنا كل ملاحظات ديال الفريق الاشتراكي. أعضاء اللجنة أشادوا بالأدوار الأساسية التي تقوم بها الوزارة في الحفاظ على سلامة العقيدة ووحدة المذهب المالكي، وكذا العمل الذي تقوم به لضمان إقامة الشعائر الدينية في جميع مساجد المملكة في ظروف من الطمأنينة والتسامح والإخاء. دوليا، صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 640 وحدة استيطانية في مستوطنات رامات شالومو المقامة على أراضي بلدة شعفات شمال القدس المحتلة. وبحسب صحيفة محلية فإن لجنة التخطيط المحلية التابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس قالت أن بعض الأراضي تمت مصادرتها من الفلسطينيين، مشيرة إلى رفضها الاعتراضات التي تم تقديمها من قبل جمعيات رافضة للاستيطان بهذا الخصوص. في اليمن، تواصل القوات الموالية للحكومة تقدمها على الجبهتين الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة ومينائها، ويشهد محيط مدينة الحديدة منذ الخميس معارك عنيفة. في وقت مبكر من صباح اليوم اصطف ملايين الناخبين في مدغشقر في طوابير طويلة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لتوفير فرص عمل ومكافحة الفقر وإنهاء الفساد. ويتنافس 36 مرشحا في هذه الانتخابات، بينهم الرئيس المنتهيات ولايته الذي يسعى للفوز بفترة ثانية في السلطة. نتابع من الولايات المتحدة، حيث حقق ديمقراطيون انتصارا كبيرا مساء أمس في الانتخابات التشريعية الأمريكية بمنتصف الولايات الرئاسية بانتزاعهم السيطرة على مجلس النواب، بينما احتفظ الجمهوريون بغالبيتهم في مجلس الشيوخ. عبدالله الكاراتي. انتخابات تجديد نصفي ل 435 مقعدا في مجلس النواب و 35 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ الأمريكي تميزت بانتزاع الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب بعدما فقدوا الأغلبية فيه قبل 8 أعوام. أما الجمهوريون فاحتفظوا على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ، مما سيسمح للرئيس بتعيين المزيد من القضاة المحافظين ومواصلة تسمية أعضاء الحكومة ورؤساء مختلف الوكالات الفيدرالية. لكن فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب سيجعل الرئيس ترامب يواجه خلال العامين المتبقيين من ولايته معارضة أقوى داخل الكونغرس أثناء تمرير الموازنات وبعض التشريعات المهمة. والجديد في هذه الانتخابات الأمريكية هو فوز امرأتين مسلمتين لأول مرة ودخولهما مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، وهما رشيدة طليب من أصل فلسطيني وإلهام عمر من أصل صومالي. زعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي التي يحتمل أن ترأس مجلس النواب بداية العام المقبل صرحت بأن نتائج هذه الانتخابات أظهرت أن الشعب الأمريكي سئم الانقسامات، ودعت إلى إعادة العمل بالمبدأ الدستوري المتمثل في التوازن بين السلط ومراقبة عمل السلطة التنفيذية التي يرأسها الرئيس ترامب.
طلب الآلاف من مهاجري أمريكا الوسطى الذين وصلوا إلى المكسيك اللجوء هناك بعد أن أصابهم الإحباط من إمكانيات وصولهم إلى الولايات المتحدة التي حشدت الآلاف من جنودها على الحدود للحيلولة دون دخول المهاجرين الأراضي الأمريكية. تلقى هؤلاء الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء في المكسيك الغداء والرعاية الطبية. بفرنسا تم العثور على جثة سادسة تحت أنقاض مبنيين انهارا بمدينة مارسيليا هذا الأسبوع، وبهذا تكون خدمات الطوارئ التي تبحث بين الأنقاض قد عثرت حتى الآن على جثة 4 رجال وامرأتين. ذكرت فرق الإنقاذ أن عملية البحث معقدة نظرا لانهيار المبنيين أثر على مباني أخرى. الآن إلى أخبارنا الوطنية. سجون بدون أمية محور ندوة دولية نظمت اليوم بسلا تهدف إلى جعل المؤسسات السجنية فضاءات للتعلم والتعليم. سكينة الإدريسي وسعيد إجازي. تحصيل العلم والمعرفة ولو داخل السجون هدف حققه نزلاء عدد من المؤسسات السجنية. هي تجربة فريدة كما يصفونها، بعضهم انتقل من مرحلة محاربة الأمية إلى الحصول على شهادة الإجازة كما هو حال هذا الرجل. أحسن حاجة أول حاجة هي الإنسان يقرأ يعني القراية راه شي حاجة، يعني المندوبية يعني فاتحة الأقسام ديال محاربة الأمية. ما يزيد عن 20,000 سجين استفاد خلال الموسم الدراسي الحالي من برنامج محاربة الأمية، عدد تسعى كل الجهات المشاركة في هذه الندوة الدولية إلى رفعه وتحقيق شعار سجون بدون أمية. من خلال هذه التظاهرة هذه الندوة، أولا التعريف بما تم بذله من مجهودات على مستوى محاربة الأمية في السجون، وكذلك الاطلاع على تجارب دول أخرى من خلال يعني العروض التي سوف يقدمها خبراء أجانب في هذا الميدان. تمكين السجناء من التربية والتكوين شيء مهم جدا، مهم أولا لإعادة إدماجهم وأيضا من أجل تطوير كفاءاتهم وتأهيلهم خلال إقامتهم داخل المؤسسات السجنية. ورش محاربة الأمية داخل السجون سيستمر بهدف القضاء على هذه الآفة في أقرب الأجال، ولذلك سيتم تعزيز الكفاءات بتكوين 45 سجينا في مجال تأطير فصول محو الأمية. وبإقليم جرادة تم تسليم معدات وتجهيزات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة 12 سجينا سابقا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالية فوق 250,000 درهم، وذلك بغية إعادة إدماج هذه الفئة من المواطنين وتمكينهم من الولوج إلى سوق الشغل. محمد بلاوي ورشيد العتابي عبد الإرشاد. بمناسبة الذكرى 43 لانطلاق المسيرة الخضراء، تم بعملة إقليم جرادة تسليم معدات وتجهيزات خاصة بمشاريع مديرة للدخل لفائدة 12 سجينا سابقين تابعين الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بغية إعادة إدماج هذه الفئة من المواطنين في الحياة اليومية وتمكينهم من الولوج إلى سوق الشغل. الهدف والغاية من هذه العملية وإدماج هؤلاء المستفيدون في النسيج المجتمعي وانخراطهم في دولة الحق والقانون واستجابتهم للقيم المجتمعية. عندي المدخول أحسن من اللي كنت، تصوري 50 درهم ديالي بالنهار الله يخلفه وجعل البركة وناعس مليح ومرتاح مزيان وشاد الصحة ديالي الله يخلف. عاوني هاد باش ندير الخبز وندير المسمان والحرشة، والله يرحم لهم الوالدين الله يخلف عليهم الله يكثر خيرهم، المهم نقدونا ما خلاوناش نتلاوحوا وندوروا في الزنقه. كما تم بهذه المناسبه تسليم سيارتي اسعاف تم اقتناؤهما من طرف المكتب الوطني للكهرباء في اطار تنفيذ التعهدات التي التزمت بها وزاره الطاقه والمعادن والتنميه المستدامه من اجل تحسين الخدمات الصحيه والاسعافيه لساكنه الاقليم. هذه المشاريع تندرج في إطار التأهيل الحضري لمدينة جرادة
من أجل تعزيزها بالبنيات سواء سوسيو ثقافية أو سوسيو رياضية، خدمات القرب، مساحات أو فضاءات ترفيهية لخلق متنفس لساكنة المدينة. وبهذه المناسبة أعطيت الانطلاقة لمجموعة من المشاريع التنموية ببعض الجماعات الترابية التابعة لإقليم جرادة في إطار اتفاقية الشراكة الخاصة بتأهيل جماعة جرادة في إطار سياسة المدينة برسم الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018 لإدام البنية التجارية والاقتصادية بالمدينة وخلق نمط عمراني. بوجدة عقد اليوم مجلس جهات الشرق دورة استثنائية خصصت لدراسة والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات للتعاون والشراكة. نتعرف على مضامينها مع عماد أمسمير ورشيد العتابي. هي دورة استثنائية لمجلس جهات الشرق خصصت لدراسة والمصادقة على عدة مشاريع اتفاقيات شراكة، بالإضافة إلى تدارس موضوع ذي راهنية القصوى، ويتعلق الأمر بفك العزلة عن العالم القروي من خلال فتح المسالك الطرقية. من بين أهم النقاط تقديم الحصيلة ديال مجلس الجهة دي سنة 2017 باش نشوفوا شنو هما الإيجابيات والسلبيات، وكذلك نقطة لتدارس ملف هو مهم جدا ألا وهو فك العزلة عن العالم القروي من طرف آلية مجلس الجهة. آلية مجلس الجهة اللي اليوم تقريبا وصلنا 1300 كيلومتر اللي فتحتها الآليات في جميع تقريبا الأقاليم. الدورة كانت مناسبة أيضا لدراسة والمصادقة على مشروع الاتفاقية الخاصة بإنجاز منشآت فنية في إطار تأهيل وتهيئة وادي إسلي وتقديم حصيلة عمل المجلس خلال سنة 2017. حضور مميز لمغاربة العالم في ذكرى المسيرة الخضراء. احتفاء بهذه الذكرى الخالدة عمل عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا على إنجاز لوحة فنية من الحجم الكبير لجلالة الملك محمد السادس، أنجزها الفنان التشكيلي رضا هروان. اللوحة تعرض ببهو مسرح محمد الخامس في الرباط، والمزيد في ربورتاج عبد الرحيم بن شيخي وأمين عموري. لأول مرة صورة بحجم 70 متر مربع مهداة إلى جلالة الملك من أبناء الجالية، مبادرة لترسيخ الارتباط بالعرش العلوي المجيد وشخص جلالة الملك كرمز للوحدة الوطنية المغربية والتفاف المغاربة جميعا حول بيعتهم المقدسة. أول مرة كدار واحد الصورة لصاحب الجلالة بهذا الحجم هذا ديال 70 متر كاري، وحنا يعني مهداة لسيدنا بهذه المناسبة الذكرى ديال المسيرة الخضراء. وكتعرف الجالية راه كتلعب واحد الدور كبير في هذا في هذا في هذا الإطار هذا، لأن كتعرف الجالية الأخر المسيرة الخضراء هي واحد التاريخ اللي هو خصنا يبقى الأجيال. اتفقنا قلنا اوكي ديسكريتمون فيان ما وما غادي نديروا واحد الهدية لسيدنا الله ينصرو، واختارينا لا غرونديوز كي هي لا فوتو جيونت ديال 70 متر كاري. لأول مرة سيدنا في صورة كبيرة بهذا الحجم هذا ديال 70 متر كاري، لأن حتى احنا كنا مخلوعين شوية باش غادي نديرها، ولكن الحمد لله توفقنا بجهد الله سبحانه وتعالى. رضا هروان مبدع هذه اللوحة من الفنانين المغاربة الذين شاعت أعمالهم في بلاد المهجر انطلاقا من بلجيكا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إنجاز لوحة من 70 متر مربع لجلالة الملك فخر كبير لنا، حب لبلدنا ولملكنا، وأنا كفرد من مغاربة العالم أنا فخور بهذا الإنجاز الذي هو حلم كبير وفرصة أيضا. أخذنا وقتا كثيرا وعملا جادا، ولكن كان هذا الإنجاز حقا ممتعا. شكلت المسيرة الخضراء تاريخا فاصلا في اكتمال وحدتنا الترابية، واليوم يتجدد هذا الاكتمال في إجماع مغربي يتواصل من جيل إلى جيل داخل الوطن وخارجه. في الرياضة، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه تقرر رسميا تنظيم المباراة النهائية لنيل كأس العرش الموسم الرياضي 2017-2018 بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك عصر يوم الأحد 18 نوفمبر الجاري. وستجمع المباراة النهائية بين فريقي النهضة الرياضية البركانية ووداد أتلتيك فاس. في الرياضة، دائما توج نادي الجولف الملكي دار السلام بالرباط بطل للدورة الثالثة للدوري الخاص بأندية الجولف الذي احتضنته مسالك الجولف بالسعيدية. حسن الحريري، رشيد العتابي، عبد الله الشهاب.
مسالك البحيرات بسيدية عرف التألق لاعب نادي الغولف الملكي دار السلام برباط الذي أكمل 5 أيام من المنافسات في المركز الأول بمجموع 9 نقاط متقدما على النادي الملكي الغولف الأرياف بطنجة ونادي البحيرات السيدية حامل لقب الدورة الماضية بمجموع 7 نقاط لكل نادي. المركز الرابع عاد لنادي الغولف الملكي الجامعي بسطات برصيد 5 نقاط متقدما على نادي الغولف الملكي لأنفر محمدية صاحب المركز الخامس بنقطتين فيما اكتفى نادي غولف فاس بالمركز الأخير بدون رصيد. ويعدها تتويج الثاني في هذا الموسم لنادي العاصمة الغولف الملكي دار السلام بالرباط بعد فوزه بلقب الدور 15 لكأس العرش والتي جرت مؤخرا بمدينة إفران. هذه التظاهرة جرت على شكل بطولة لجمع النقاط، الفوز في المباراة له نقطتين، التعادل نقطة واحدة، والخسارة في المباراة 0 نقطة. الحمد لله كانت الخطة اللي استعملنا ناجحة والفريق كان منسجم بزاف. اللهم لك الحمد دار السلام تتعرفوها ديما الحمد لله ديما شاد لا لوكوموتيف ديال الجولف في المغرب. اكتشاف مواهب جديدة وكاين عامل ثاني هو فين ما كيكون شي أرضية جديدة ديال الجولف نادي الجديد ديال الجولف بحال هنا في صيدية كنحاولوا نديروا فيه مباراة لفتح هذا النادي هذا للمشاركين. هذه التظاهرة عرفت مشاركة الأندية ب 12 لاعبا في الحد الأقصى 8 لاعبين أساسيين و4 بدلاء. وفي الختام تم تسليم الكأس لنادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط. صدق الجمع العام غير العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة بالإجماع على مشروع القانون الأساسي الجديد بعد ملائمته مع النظام الأساسي النموذجي. عودة مع حسن الحريري وفؤاد الحرش. أشغال الجمع الغير العادي تميز بالنقاش الجاد من أجل مواكبة أندية كرة الطائرة على مستوى التأهيل والتكوين. تم تقديم عدة مقترحات وملاحظات لنظام البطولة والهيكلة التقنية وتأسيس العصبة الاحترافية تبقى لتوصيات وزارة الشباب والرياضة. كنطلبوا أن الوزارة الوصية أو اللجنة التي أدت إلى هذا الإخراج هذا القانون تجالس قولها وأستر تجالس ذوي الاختصاص الناس المعنيين. هذه القوانين ستمكن من إرساء إطار تشريعي لمواكبة التطور الذي تعرفه ممارسة كرة الطائرة على الصعيد الدولي وتأمين تمثيلية لمجموع مكونات كرة الطائرة. إذا الرئيسة بشرى حجيج يعني كعضو في اللجنة التنفيذية ديال الاتحاد الدولي عندها الآراء ديالها أكيد وخدات معلومات على أساس نحاولوا نطبقوا تقريبا نقول 61 ولا 70% على حسب الواقع المعاش ديال كرة الطائرة الحالية بما في ذلك بالنسبة للفئة الصغرى علما بأنه هذه الفئة الصغرى هما المستقبل ديال كرة الطائرة. بشرى حجيج رئيسة الجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة أكدت على أن القوانين الجديدة التي تضم مجموعة من المواد والبنود موزعة على مجموعة من الفصول التي تحقق التطابق مع مقتضيات وأحكام القانون رقم 3009 المتعلق بالتربية البدنية. الهدف ديالنا ككل كوزارة وكجامعة هي النمو بالقطاع الرياضي. دونك هذه اللجنة غادي تصاحب الأندية والعصب الجهوية من ناحية تهيئ الملفات ديالها الإدارية والمالية والقانونية. الجمع العام الغير العادي صادق بالإجماع على مشروع القانون الأساسي الجديد بعد ملائمته مع النظام الأساسي النموذجي. المصادقة تمت بحضور 100 نادي من أصل 138 يمارسون في البطولة الوطنية القسم الأول والثاني والثالث. وقبل الختام تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أصحاب الفضيلة السادة القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر ربيع الأول ستكون غدا الخميس 29 صفر راجية منهم أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته وذلك بواسطة أرقام الهاتف الظاهرة على الشاشة. الآن إلى التذكير بأبرز محطات النشرة. جلالة الملك يستقبل بالقصر الملكي برباط رئيس الحكومة وزير الصحة ويأخذ جلالته علما بالخطوات الأولى التي اتخذتها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بقطاع الصحة خاصة فيما يتعلق بتقويم الاختلالات التي تعوق تنفيذ برنامج رميد والمراجعة العميقة للمنظومة الوطنية الصحية. في
في خطابه السامي إلى الأمة بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء، جلالة الملك يجدد استعداد المملكة للحوار المباشر والصريح مع الجزائر، ويؤكد مواصلة المغرب الدفاع عن وحدته الترابية بكل حزم. الندوة العلمية الدولية الأولى حول الظاهرة السلفية الدلالات والتداعيات بمراكش، دعوة لتجديد معالم ومقاصد الدين الإسلامي السمح المعتدل والوسطي. تتويج نادي الجولف الملكي دار السلام بالرباط بطلا للدورة الثالثة للدوري الخاص بأندية الجولف الذي احتضنته مسالك السعيدية. شكرا لبقائكم معنا مشاهدينا، إلى الغد بإذن الله.